قصة جديدة. كنا تاركينا سربرايز، هلا راحت سربرايز للأسف. ديما الجندي تكشف السر ورا كاركتر ام ماجد. الكاركترات اللي عم صورهم ببيروت مسلسل شبيه ببقعة ضوء وسكتشز اسمه شر البلية، هو من اخراج الاستاذ وائل ابو شعر ومجموعه من الكتاب اللي عم بيكتبوا اللوحه. ما حدا دريان اصلا انه انا بشر البليه، فصار السكوب لكم، هلا انتم اول حدا بيعرف انه انا بشر البليه. وهالكاركتر يلي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي حرك الفضول عند الناس، وما راح يكون اوريدي بشخصيه طويله، انه في ناس صاروا يقولوا هذا على امل او بمسلسل ثاني او شو القصه او كذا. وكمان هاي التفاصيل يلي كشفت لنا اياها عن شر البلية. من أمتع المسلسلات اللي اشتغلتها بعمري. أول شغلة أنا بحب الكوميدي كتير، يعني على قد ما بخاف منه على قد ما بحبه، لأنه الكوميدي يعني يا بدك تضحكي العالم من قلبك من قلبهم، يعني يا بدك تطلعي عم تهرجي تهريج، فبين هي وهي شعرة كتير. الجو لطيف، يعني المجموعة كلها تاخذ العقل. قلت لهم يا جماعه انا اول مره بفوت على لوكيشن، فوت مبتسمه وعم بضحك، وبطلع مبتسمه اكثر لسه وانا عم بضحك انه بعد ما ساوي الكاركتر. الشغل اللي عم بينعمل غير انه لوحات لذيذه كثير ودمها خفيف، رودينا ثابت وجوزيف ثابت فعليا انت مثل عم بفوت على مصنع لعندهم على الغرفه، انت بتفوتي حاطه ببالك شيء بتطلعي شيء ثاني كومبليتلي، فبضيف لشغلك فبتصيري انت بقى بدك تزودي عليه. بلس اقتراحات وائل عم بتكون بالتصوير كثير محلها، يعني هو مثلا بيقول انه تعوا نقفلها بكذا وبيخشى هو من الضحك، بنقوم نحن بنضحك عليه بتطلع القفله لذيذه، انه هيك نوع من الاعمال، يعني هذا ما بتقدري تصوريه على وقت طويل، فانت فعليا بكل لوحه عم تعملي شيء جديد. يعني رودينا مره قالت لي انا بحياتي ما شفت حدا بيحب يبشع حاله مثلك. قلت لها لك هي مو تبشيع، بس هي فرصه للواحد يطلع بشكل مختلف عن شكله العادي. يعني انا اطلع مثلا بلا ميك اب اوكي عاملتها، اطلع حاطه ميك اب قليل اوكي كمان عاملتها، اطلع جميله عاملتها، بس هدول الكاركترز مو دايما بقدر اعملهم غير بهيك نوع من هذا الاعمال. عامل رح يجمع ديما للمره الثانيه مع المخرج والممثل السوري رامي حنا. كثير مبسوطه انه رجعنا اجتمعنا انا ورامي بهذا العمل، وكان صلنا فتره يعني انا وماجي هيك كل ما بنشوف بعض انه يا الله ما عم نجتمع ما عم نلتقى ما عم كذا، فصار هلا انه اتس تايم. يلا شخصية ورد هي طبيبة نفسية جاية من أمريكا، أنا بظهر بالحلقات من بعد 15، حكون ضيفة يعني فعليا ماني بطلة بالعمل. أنت شغلتك تنفذ المطلوب وبس. أما على ذا بورد يلي تم عرضه مؤخرا على منصة أمازون برايم، فهاد يلي خبرتنا اياه. هلا يمكن دوري مانو كتير طويل، بس انا حبيته كتير لانه شخصيه جديده، انه وحده هي اللي بتبين انه هي شي سو كيوت وحبابه ولطيفه ومن تحت لتحت سلاله عقربه، يعني كتير بتستهويني هيك ادوار. ووقت اللي حكينا انا وهوزان بالدور قال لي ديما ما عندي حدا يعطيني هي اللي كيوتنس والبراءه اللي موجوده بالوش مثلك، وبنفس الوقت بقدر استغل هي قله الاخلاق بالشخصيه، يعني بالشخصيه عم نقول. فانا كثير 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 كنت حابه مو شوي، وصراحه كنت مالي مصدقه امتى ينعرض ذا بورد، انه لربما يعني يشوفوني العالم بشكل مختلف عن الادوار اللي انا عاده بقدمها. كلياتنا شاركنا بالفيديو اللي تروج للعمل. كتير حلو تحسي انه انت مو لحالك بهذا المسلسل، يعني انا والله مو حطيت قلت والله تابعونا مسلسل كذا وهي، لا نحن كلياتنا ايد وحده. والحقيقه انه الجهد اللي انبذل بهذا العمل كان جهد واضح، كانت النتيجه هيك، كانت النتيجه هلقت حلوه. انا ما بتخيلي شو جاني مسجات عليه لهذا المسلسل، علما انه هو عم ينعرض على منصة غير متوفرة للناس العادية. وبختام لقائنا خبرتنا عن أعظم المواقف يلي تعرضت لها بعد ما رجعت واستقرت بالشام. ما كنت عم بعرف اتعامل مع العملة السورية تبعنا، فأنا دائما يا بطلع من المحل نقصت لهم مصاري أو بطلع مزودة مصاري، فدائما الشباب تلاقيهم لاحقيني من محل لمحل، مدام نسيتي مثلا كذا أو عطيتينا كذا أو هيك. ومرة من المرات كنت عم بشتري خضرة فبدي عد المصاري، ما كانوا ينعدوا معي، اخر شيء قلت له خلص مسيك انت عد، قام مسكهم هيك وشلفهم على الميزان، قام قال لي مدام هدول بيطلعوا هالقد، قلت له كيف عرفت؟ قام قال لي ولو من الوزن صار عندنا خبره، فهي الشغلات انا لسه ماني متعوده عليها.